الكيبوردات لها أنواع كثيرة جدا، لكن كيف تقرر إيش هو المناسب لك؟ ببساطة حسب طبيعة استعمالك لها. في البداية طريقة الاتصال، هل تحتاج كيبورد لاسلكي أو كيبورد يتوصل بالسلك؟ الكيبورد اللاسلكي يدعم تقنيات مثل واي فاي والبلوتوث، وتقدر تحطه بأي مكان حتى لو كان بعيد شوي عن الكمبيوتر. لكن كيبورد اللي يتوصل بالسلك تضمن اتصاله بالكمبيوتر ثابت في جميع الأوقات إذا كنت تحتاج هذا الشيء. أيضا الشكل والتصميم، في كيبوردات طابعها رسمي واعتيادي ومناسبة لمكتب أو مكان العمل، وبعادة تجي بلون واحد إن كان أسود أو رمادي. وفي كيبوردات جيمينج موجهة لمحبي ألعاب الفيديو، ونشوفها بالعادة تدعم إضاءة الـ RGB، وحتى الحجم مختلف بشكل كبير جدا، ويعتمد على التفضيل الشخصي ومساحة المكان. عندنا الحجم الكامل واللي يحتوي على كل الأزرار المخصصة للحروف، وأزرار إضافية عندها وظائف مختلفة مثل الهوم والديليت، وبجنبها لوحة الأرقام النمباد، وحجم TKL أو 10 كيلس كيبورد واللي يجي بدون لوحة الأرقام، فقط أزرار الحروف والأزرار الإضافية كاملة. وفي حجم 75% واللي هو أصغر من TKL، وحجم 65% اللي عنده أزرار إضافية قليلة جدا. وأخيرا حجم الميني واللي هو أصغر حجم ويحتوي على الأزرار الأساسية فقط. مهم الأشياء أيضا هي نوع الأزرار، في كيبوردات أزرارها اعتيادية من البلاستيك واللي تحتها طبقة مطاطية تضغط على اللوحة الإلكترونية، وهي الأرخص والأكثر انتشارا، وتنفع لو تبي أزرار ما فيها شعور بالمقاومة لما تضغط عليها وما يكون لها صوت، وهي مناسبة لبيئة العمل المكتبية بشكل عام. وفي كيبوردات أزرارها ميكانيكية، يعني كل زر فيها عنده مفتاح خاص فيه ومستقل عن باقي الأزرار. لو أنت شخص يستخدم الكيبورد للطباعة بشكل كبير، الكيبورد الميكانيكي يعطيك تجربة وإحساس أفضل بكثير عند الضغط على الأزرار، وصوت الضغط عليهم بالعادة يكون مسموع. وفي أنواع مختلفة من المفاتيح، مثلا الأزرق عنده أكبر مقاومة للضغط وأعلى صوت، وهو مفضل للطباعة والاستخدام المنزلي وغير مناسب لبيئة العمل بسبب صوت الزر. لكن الأحمر مقاومته أقل وصوته منخفض أكثر، وبالعادة يكون مستخدم في كيبوردات الجيمينج بسبب سرعة الاستجابة. وبالعادة لازم نراجع مواصفات الكيبورد عشان نعرف نوع الأزرار. والجميل في الكيبورد الميكانيكي أن كثير منها يدعم إمكانية تغيير الأزرار، يعني نقدر نشتري أزرار بلون مختلف ومزايا مختلفة، ونغير بين الأزرار على نفس لوحة المفاتيح، وعمر الافتراضي طويل جدا. أيضا لازم ننتبه لنقطة، في كيبوردات تجي بحروف عربية وإنجليزية، وكيبوردات تجي بس بحروف إنجليزية. لذلك احيانا يعجبنا كيبورد لكن نكتشف ان الحروف المكتوبه عليه بس بالانجليزي، ولهذا السبب تتوفر حروف عربيه بشكل منفصل تتلصق في الكيبورد، وفي منها عده الوان ناخذ اللي يناسب لون الكيبورد. يعطيكم العافيه على المتابعه ومع السلامه.